اوقاتكم متابعينا كل خير. اليوم رح نعمل وصفة مشبك، وصفة بمكونات بسيطة كتير كتير كتير، بثلاث مكونات فقط ومتوفرة بكل بيت. خلينا نروح لتحضير الوصفة. لعمل وصفة المشبك طريقة سهلة جدا، عندي 3 اكواب من سميد المتوسط، راح اضيف عليهم كوب من الدقيق ونخلطهم مع بعض. طبعا السميد كان وزنه 510 جرامات والدقيق الابيض 150 جرام كوب واحد، وعندي كوبين من المي تكون دافية، المي دافية المي عشان تختبر معي بسرعة. راح اضيف لها ملعقة صغيرة من الخميرة، الخميرة الفورية. طبعا المي 430 جرام. نخلطهم مع بعض المكونات الجافة. هاي بعد ما خلطنا المكونات الجافة كثير منيح مع بعض، هاي ملعقة من الشاي هي الخميرة الفورية. أنا نزلت طرق كثير للمشبك موجود عندي بالقناة. نخلطهم مع بعضها. بعدها راح نضيف المي. نضيف المي ونحركها. مي دافية مع الخميرة راح تختمر معنا بسرعة. 5 دقائق لحتى حبة السميد تفتح معي. ونرجع يكون مجهزين زيت على حرارة متوسطة. هلا السميد راح تشرب السائل الموجود بالمي اللي نزلناه. هلا هيك صارت عندي جاهزة. طريقة سريعة ومكونات كثير بسيطة ومتوفرة بكل بيت. طبعا السميد ضروري يكون وسط أفضل شيء. ضروري كثير الزيت لما نحطه تقريبا الخط الأول من السبابة، عمق الزيت ما نكثر الزيت كثير أثناء القلي. يفضل يكون زيت كمية يعني يا دوب تقريبا اول خط من الاصبع، شوية بس اريح الخليط. انا عندي كيس الكريمة راح استخدمه، كيس الحلواني بالمشبك، في مكانات خاصة للمشبك شغلة اذا موجودة تستخدموها. هلا راح اجهز الزيت وننتقل لمرحلة القلي. طبعا عندي الكيس هذا كيس الحلواني راح استخدمه هون. الخليط صار عندي جاهز، انا صار جاهز كيس الحلواني. بالنسبه للقطر او الشيره، كل 2 كوب سكر كوب من المي. طبعا تشتغلوا بالكميه اللي تحتاجوها، الباقي ممكن تشيلوها لنوع ثاني من الحلو. اذا ما بدكم كمان تكثروا سكر للشيره يعني القطر، ممكن تعملوا كوب من السكر نص كوب من المي. اشتغلوا على نفس الكميه اللي موجوده هاي، كميه صغيره يعني. هاي الزيت جاهز، شايفين ما كثرت زيت. نطلب اللون الثاني. حرارة الزيت ما تكون عالية كثير. ننزل. طبعا إذا كانت العجينة تحسوها سميكة معاكم، ممكن ترخوها بشوية مي. هلا هيك نخلصها ونرجع لكم. طبعا هلا نطفيها. نشيلها الدفعة ونحط دفعة ثانية. العجينة ما نخليها قريبة من النار عشان ما تختمر أكثر من هيك. شايفين تطلع مكرمشة من برا ومن جوا كتير طرية. وصفة كتير كتير سهلة. هلا هيك بعد ما تتلون هذول التانيات كمان تقريبا راح يجهزوا مباشرة من الخلي. راح احطها بنزلها بالشيرة. بنزلها بالشيرة. هلا هيك خلصنا ونرجع لكم. ونهاية بعد ما طلعنا من الشيرة بفرجيكم قوام من جوا في كرمشة. شايفين ولا اروع من هيك. جربوها ان شاء الله رح تنال اعجابكم. كرمشة من برا وجواتها كتير طري بنفس الطريقة. هلا في انواع من الدقيق بتشرب مي كتير. في حال التزمتوا بالمقادير اللي عملتها وطلعت العجينه شويه معاكو سميكه، ممكن تضيفوا شويه مي لتكون هيك لزجه معاكو. راح اكمل باقي الكميه، برجيكم طريقه التقديم اخر شيء. هاي كانت وصفتنا اليوم، بتمنى يكون الوصفه نالت اعجابكم. شكرا للمتابعه ونلتقيكم بوصفات جديده.